المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين السيدة الرئيس المدير العام الوجهة السياحية للجزائر، من جهة أخرى مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية. توقيع مذكرة تعاون بين المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين وخمس مؤسسات فندقية سياحية تهدف إلى الترويج لوجهات الجزائر السياحية والبرامج السياحية المتنوعة عبر مختلف المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية، وكذا المرافقة الإعلامية لجهود المتعاملين في قطاع السياحة. نؤكد أننا نساهم في كالمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين في الترويج للفعال للسياحة في الجزائر، وكما نؤكد أن الاتفاقية الموقعة لفائدة المنخرطين في المنظمة والأسرة الإعلامية، وتأتي كمساهمة فاعلة من المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين في تحقيق الترويج الفعال للسياحة في الجزائر.